الموجز الرياضي يأتيكم على أول قناة إلكترونية بالجزائر زاير تيوب، أهلا بكم. بداية الموجز الرياضي بأخبار نادي وفاق سطيف، حيث كشف المدرب المساعد للنادي عبد الجليل لوعيل في الندوة الصحفية التي عقدها قبل مباراة التي ستجمع النادي بفريق جمعية أولمبية شلف، وهذا بملعب 8 ماي، حيث قال المدرب المساعد بأن اللاعبين يتواجدون في حالة نفسية ومعنوية وبدنية جيدة، لكن ما ينقص الفريق هو التركيز على المباراة من أجل الحصول على النقاط الثلاث التي ستعيد الهدوء للفريق، خاصة بعد الهزيمة الأخيرة أمام النادي الرياضي القسنطيني. لنستمع إلى ما قالها. باش إن شاء الله نحصل على 3 نقاط اللي أكيد راح تحسن الوضعية تاعنا في الترتيب، وراح تخلينا أيضا نتنفسوا نوعا ما، خاصة يعني بعد التعثر الأخير تاع مباراة شباب قسنطينة. نظن يعني كل لاعبين راهم واعيين بالمسؤولية، يعني كنا يعني تكلمنا مع اللاعبين على ضرورة التركيز، على ضرورة أيضا الدخول المبكر في المباراة. نظن الأشياء هذه لازم تكون في المباراة تاع فريق تاع السبت هذا إن شاء الله أمام فريق جمعية أولمبي شلف، خاصة مع تواجد الأنصار يعني اللي راح يكونوا إن شاء الله في المدرجات. نتمنى إن شاء الله يعاونونا، يعني بعد ما كانوا غايبين علينا في المباراة الأخيرة تاع مباراة أمس غانم، نتمنى إن شاء الله نكونوا في المستوى باش نقدموا المستوى اللي لازم، المباراة اللي لازم باش نخليوا النقاط 3. إلى نادي اتحاد العاصمة، والذي نشر فيديو عبر الصفحة الرسمية للنادي في مواقع التواصل الاجتماعي على تقدم ملحوظ في أشغال المركز التكوين بعين بنيان، حيث كشف المسؤولين عن هذا المشروع بأنه يتقدم بشكل لافت ومثير للانتباه، لن يكون جاهزا في الأيام القليلة القادمة ليكون مكسبا لفريق اتحاد الجزائر. لنستمع. بعد زيارة اللي قام بها رئيس مجلس الإدارة لاتحاد العاصمة السيد عثمان سحبان، لاحظ تقدم أشغال بوتيرة عالية، هذا بعد عدة اجتماعات قمنا بها منذ توليه رئاسة هذا النادي داير من لا دات دو جوي جوسكا ميتنون، اون لي بيري داير بليزور اوبستاك كانوا عندنا او نيفو دو شونتي، داير هذا بالوقوف تاع مكتب الدراسات وداير لونتربريز كوسيدا باش نقدموا المشروع في اقرب الاجل ان شاء الله. نبقى دائما مع أخبار البطولة الوطنية، حيث كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وهذا عبر موقعها الإلكتروني عن الحكام المعنيين بإدارة الجولة 7، حيث تم تعيين الحكام مباريات الجولة 7 من البطولة المحترفة الأولى. وحسب موقع الرسمي للفاف، عينت لجنة التحكيم الحكم عزرين لإدارة مباراة القمة التي ستجمع بين الرائد شباب قسنطينة ومضيفه مولودية وهران، وسيدير الحكم عزرين هذا اللقاء بمساعدة كل من سليماني حكم مساعد أول، أما باقي الجولات حيث تم تعيين الحكم الدولي مصطفى غربال لإدارة مباراة وفاق سطيف وجمعية الشلف، بينما الحكم بوخلفة لإدارة مباراة اتحاد خنشلة ونجم مقرة، بينما الحكم بوكواس لإدارة مباراة أولمبيك أقبو وترجي مستغانم، في حين سيدير الحكم الدولي الآخر بن يحيى مباراة اتحاد بسكرة وشبيبة القبائل، على أن يكون الحكم طيب بودربال يوسف في مباراة مولودية البيض ونادي بارادو. بهذا مشاهدنا الكرام نكون قد وصلنا لختام هذا الموعد الرياضي، دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.